اليوم العالمي للسكر هو عالمية للتوعية بمرض السكر، تقام سنويا في 14 من نوفمبر، يوافق 14 من نوفمبر ميلاد فريدريك بانتنغ، الطبيب الذي ساعد في اكتشاف الأنسولين عام 1922. مرض السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال بالأنسولين الذي ينتجه. والأنسولين هو هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم. أعراض مرض السكري هي كثرة التبول، العطش الشديد وكثرة شرب الماء، نقص الوزن، تشويش في النظر، نقص وتخلف النمو عند الأطفال، زيادة قابلية الإصابة بالالتهابات الميكروبية، أشعر بالتعب والإرهاق والدوخة. أسباب مرض السكري: الوزن الزائد، إهمال ممارسة الرياضة، سكري الحمل عند السيدات، التعرض لمقدمات السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول المرتفع. ما هو أخطر أنواع مرض السكري؟ يعرف بمرض السكري المعتمد على الأنسولين، ويعرف أيضا بسكري الطفولة. يعتبر أخطر أنواع مرض السكر، حيث أن هذا النوع لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الأنسولين الذي يحتاجه الجسم للسماح للسكر بدخول الخلايا لإنتاج الطاقة. أنواع مرض السكر: نوعان. النوع الأول سببه هو عام إفراز الأنسولين وقت ظهور المرض منذ الطفولة، أما علاجه هو حقن الأنسولين. أما النوع الثاني سببه عدم استجابة الخلايا للأنسولين وقت ظهوره بعد 40، أما علاجه يكون بالأدوية وممارسة الرياضة. علاج مرض السكري: ممارسة الرياضة، انقاص الوزن، تناول الطعام الصحي، الحقن بالأنسولين، العلاج الدوائي، مراقبة السكر.